تحت الطلبه ديالكم. بزاف ديال الناس اللي كيجيوني في التعاليق: سميره عافاك قولي لنا كيفاش تولى الشعر ديال الاشراق تبارك الله هكا، خصوصا انا ما كنت شاركت معكم واحد المعاناه دازت عليا صراحه، لا انا ولا هي، خصوصا في ايام ديال الدراسه كيبقاو الدراري البنات كيتنمروا عليها ملي كانت عندها التونيه في الجبهه ديالها وكانت باينه، دازت علينا ايام صراحه. ولكن الحمد لله راني بارطاجيت معكم هذه مده واحد الرشاشه اللي كنت استعملتها ليها، وراها مازال البنات في المنتدى صراحه اللي نفعتني وخلات لها ان الشعر يكبر. ولكن البنات من مور ما كبر الشعر كما كتشاهدوا تبارك الله ما شاء الله شوفوا فيه واحد اللمعه، مع العلم راه الشعر دابا غنمشيو للحمام، يعني راه مشات شي شويه ديال الوصيصخ. المهم دابا غنديو من الحمام، ولكن قبل هانتوما لاحظوا معايا اللمعه اللي في الشعر، والشعر كي داير تبارك الله قواليها الحمد لله. هذيك هي البلايصه البنات اللي كانت فيها التونيه، ولكن دابا اللهم لك الحمد مزيان. من بعد البنات ما كنت استعمل داك الرشاشه كنت درت لها واحد لاغام اللي زوينه ديال ال ال ام، واعره البنات اللي فيها سيروم فيها شامبوان وفيها الزيت. قبل ما غادي كنديهم للحمام هما بثلاثه بهم، بناتي جو ديالينا، كنشقق لهم الشعر ديالهم بهذاك الزيت اللي في لاغام واعره وفيها ريحه الكوك. لا شامبوان ولا سيروم ولا الزيت، فيها ريحه الكوك وزوينه بزاف بزاف، يعني واخا حتى كديروها ما كتسخفش انكم تغسلوها من الشعر ديالكم كيبقى فيه ريحه واعره وكتبقى فيه واحد اللمعه زوينه، حيت اصلا المكونات ديالها ثلاثه برودويات مكونات طبيعيه، وحتى الزيوت اللي مستعمله في الزيت زيوت طبيعيه البنات، وكتمنع التساقط ديال الشعر وكتخلي الشعر من بعد فيه ريحه واعره وكتخلي فيه واحد اللمعه كما شاهدتوا راه اشراق كنت كنحلها شعره وكيبان لكم الشعر ديالها كيلمع. المهم هنا البنات غير ثلاثه ديال المكونات، كنشقق لهم الشعر ديالهم قبل، وما صراحه غير شي ساعتين قبل ما يمشيو للحمام، ولكن انا راه كندوزي كندير حتى الاربعه ديال السوايع كنشقق لهم شعرهم مزيان مزيان، لا هي ولا اش جوديا ولا لينا، وكنمشطو ليهم باش كي داك الزيت كيدخل ليهم لداخل في الشعر ديالهم كامل، ومن بعد كنخليهم واحد الاربعه ديال السوايع وعاد كنديهم للحمام. كنغسل اليوم البنات بهذاك الشامبوان، هذاك الشامبوان اللي شاهدتوه راه كيصلح حتى الناس اللي دايرين البروتين، انا راه دايره البروتين للشعر ديالي وكنغسلو دابا تقريبا مده طويله والحمد لله البروتين باقي شادي مزيان، هو هذاك وما كيطيح ليا الشعر ملي كنشوف المشطه، يعني الشعر ما تيطيحش. خلاص البنات ملي كيجيو للدار من بعد كندير ليهم السيروم وكيتبقى فيه واحد اللمعه زوينه وكيبقى حتى في المشيط كيجيني ساهل، راكم عارفين الوليدات كينعسوا الا ينعسوا تخربق لهم شعرهم في الصباح كتبغوا تمشطوا ليهم، راكم عارفين كتبقاو تجربوا المشطه، ولكن مع السيروم صراحه كيسهال في المشيط وكتبقى فيه واحد اللمعه واعره وتا الشعر ما كيطيحش. الناس اللي كيبقاو دائما كيقولوا الشعر الاشراق تحسن الشعر الاشراق راه ولا عجبنا وداك الشيء، هذا هو البنات البرودوي اللي استعملته من مور ما الحمد لله كبر لها الشعر ديالها ونبتوا لها وخلف لها الشعر في داك البليصات اللي كانت كتعاني فيهم من التونيا. غنخلي لكم البنات الرقم ديال السيده اللي بغيتوا تتواصلوا معها، غنخلي لكم في الفيديو بطبيعه الحال، غنخلي لكم حتى في اول تعليق ربما غادي نخلي لكم حتى الانستغرام ديالها البنات في اول تعليق. اللي بغى يتواصل معاها بالنسبه للاغام راه واعره انا خلاص راني كندير كندهن وكنشم الريحه واعره، حيت الزيت اصلا زعما كيتكون من واحد الزيوت اللي هي طبيعيه. اكتشف مجموعه من مستحضرات تجميل ال ال ام الكامله على موقع shop.lalamulati.net.